في طلبة كلنا نفسنا ربنا يدهن، في طلبة كلنا نفسنا تبقى في بيوتنا وفي قلوبنا الفرح. كله عايز أفرح. تخيلوا كده، لقيت آية جميلة جدا في سفر زكريا صحاح 2، قال كده: ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. جميل جدا لما ربنا يبعت لك رسالة ويقول لك أنا جاي علشان أسكن وسطيكم. تخيل لما تلاقي قلبك مليان بالخطايا ومليان بالهموم الحياة وهموم مستقبلية كتير، هيقول لك أنا جاي أسكن وسطك، أنا جاي أقعد وسطيكم النهاردة. جميلة جدا لما تطلب الطلب الحلو ده من ربنا وتقول له عايز أفرح. القديس يوحنا الشيخ الروحاني قال كلمة جميلة جدا، قال ربنا جوانا بداخلنا، ها أنا ذا ساكن وسطكم. مش هو قال كده؟ مش بس كده لما قالها لشعب إسرائيل، لما قال أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. روح ربنا لما يسكن وسطينا يدينا الفرح، روح ربنا لما يبقى شغال جوانا يدينا فرح. طبعا ربنا ما يسمح أن روح ربنا ينتزع مننا، ولكن روح ربنا ساعات بيحصل له حاجتين جوانا. خلينا برضو صراحة مع بعض، يا إما بيطفي، عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لا تطفئوا الروح، ومرة تاني بنحزن روح ربنا، عشان كده قال برضو لا تحزنوا الروح. لإما اطفى أو بيحزن لأجل خطية أنا بعملها، أو لأجل أنا مش بنفذ الوصية اللي هو وصاني بيها، أو لأجل أن أنا مش ماشي كما يجب وأكون مسيحي فعلا حقيقي، قول له أنا عايز أفرح. قول له نفسي في الآية الحلوة بتاعت زكريا 2 لما قلت لهم ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك.